صبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونروح نتعرف منها على أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا منى. صباح الفل يا هالة. صباح الفل. ليكي أكيد ذكريات كتير، أنت بتدرسي وفي نفس الوقت يعني لا عندك بس أنا أولاد. بالنسبة لي الثانوية العامة كانت بالنسبة لي أنا فيري سموث، يعني كانت الدنيا ماشية بمنتهى السلاسة، ما فيش أي مشاكل، الدنيا تمام. مش لازم ثانوية عامة يعني على فكرة ممكن يبقى في الجامعة التوتر في وقت الامتحانات. لا أنا ما كنتش بتوتر خالص، يعني أنا تقريبا أهلي ما كانوش بيحسوا بيه. كويس. بقفل على نفسي باب أوضتي وشغل مزيكا وأسمع حاجات معينة يعني وخلاص بس، ولو حتى أصحى الصبح لو معاد الامتحان على طول، ما كنتش بصحى بدري أراجع ولا الكلام ده، الدنيا كانت ماشية سليمة. يعني في نصايح معينة تقوليها بقول دايما يعني بقول لاولادي وبقول للطلبه بتوعي، بقول للناس انه يعني كل واحد بيبقى عارف احسن وقت بيقدر يحصل فيه، يعني في ناس الوقت الامثل بالنسبه لها ان هم يذاكروا الصبح بدري، في ناس الوقت الامثل بالليل. بالنسبه لها بالليل، انا كنت الناس بقى بالليل، فكل واحد يعرف امتى الوقت المناسب ويحاول يحصل اكتر حاجه ممكنه بتركيز ويقفل على كده، علشان اكتر من كده هيلاقي حاجات بتتمسح بقى لوحدها. يعني كل بني ادم ليه طاقه، فمع الضغط والتوتر طبعا الاهل مش المفروض ان هم يحطوا اي ضغوط على اولادهم، يعني بنشجعهم فكره بقى الموتيفيشن دي بتبقى مهمه جدا، اللي هو تحفزهم لو نجحت هنعمل مش عارفه ايه، يعني سافر سوا فين بتاع، فيبقى هو مخه يعني اورينتد ناحيه انه يحقق الهدف اكتر من اي حاجه تانية، اكتر من توتر او اي حاجه تانية. بس كل واحد وليه مدرسته صحيح يعني.